شكون اللي ما شريش بي سي ولا اورديناتور ولقى فيه لانتي فيروس ماكافي؟ اما اليوم مانيش باش نحكي على لانتي فيروس، اما باش نحكي على اللي صنعو واللي هو جون ماكافي. جون كان من اذكى العبيد في الجيل نتاعو، وتحصل على الدكتوراه في المات، وبعد تخصص في دومين الاي تي، وكان من احسن لي بروغرامور، ووصل لخدم في النازا وغيرها من شركات الكبيره في اليو اس اي. في 2008 وفي عمر 73 كان ثروه جون 4 مليون دولار، ومع الكريز مونديال اللي صارت في الوقت هذيك خاف ماكافي لا يخسر ثروته. وقتها جاتو الفكره باش يحل لابوغاتوار فارماسيوتيك في بيليز اون امريك دو سود. في الحقيقة ماهوش فارماسيتيك جملة، على خاطره قرر باش يصنع فيه الكوكايين، وكان ما عنده حتى مشكلة، وزاد جان يتحسب أقوى من رئيس بيديس، وكان عنده تأثير كبير على العباد اللي تسكن في الجزيرة، وين عطى للناس الكل سلاح وفلوس، وهكيكا باش يضمن السيفتي متاعه. قلت لكم شي ذكي. ونجيو ل 2012 وين هبط الانتربول على جان ورجعوه لامريكا، اما المشكلة اللي لقاو خدمته الكل ليغال. زعما ماكافي وينو توا؟ إيبان جان في برشلونة ويحوس وعايش حياته كالناس الكل.